اي لوف فيسكرا. معنا البطل العالمي والبطل البارا اولمبيك في رياضه العاب القوى سمير نويوا ابن مدينه بسكرا. سمير مرحبا بك. السلام عليكم. نشكركم على هذا اللقاء. والله نشكر مشعل زيبان على هذا التحفيزات وهذه المبادرة الجيدة اللي كانت في بلدية برج بن عزوز اللي الأصل تاعي من برج بن عزوز، ونتمناو ليهم إن شاء الله للفريق كل النجاحات، ونقول لهم مبروك عليكم على الفوز اليوم. سمير راك بطل وراك شرفت الجزائر وشرفت مدينة بسكرة ببلدياتها خاصة، وراك تعتبر قدوة للرياضيين في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، واش توجه لهم كرسالة لهذه الفئة؟ والله هي الرساله اللي تكون انه اي واحد يقدر يدير واش كاين في 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 باله، هي كاين هدف باش يوصل له الواحد، واحد ما يجي سهله يجي اليوم غدوه بطل العالم هذه ما تصلحش. واحد ما يجي تكون في خدمه لازم تكون فيها سفرونس، تكون فيها تضحيات، تكون فيها عوامل كبيره. هي انا كنت في الولايه هذه، في ولايه بسكرة، ما كان حتى واحد يعرفني باللي حنكون بطل عالم. بديت جريت هكا جريه تاع بديت من تاع المدارس وكتب ربي وكنت وعدت بطل عالم. هي كاينه اوبجيكتيف لازم تحطه في كاين اوبجيكتيف تحطه في راسك باللي تقدر توصل لهذيك البلاصه، وكاين اسباب وكاين التحفيز، كاين تحفيز كيما هذا كون يعود حتى بالتحفيز تاع مشعل الزيبان، حتى ولو كان تعود بالهضره يحفزك باستخدام خير وخير انهم ناس مدعمينك وواقفين معاك. وان شاء الله هنا نقول للجميع الناس في جميع المجالات ولذوي الاحتياجات الخاصه، هو كاين حاجه راهي فيك انت لازم تظهرها باش تقدر توصل لهذيك المكان اللي توصل فيه في جميع المجالات. بارك الله فيك سمير، اعطينا كلمة أخيرة للرياضيين بصفة عامة. والله كلمة أخيرة، إن شاء الله الرياضة تاع الجزائر وولاية بسكرة خاصة إن شاء الله يكونوا في أعلى المستويات، وهو الواحد باش يوصل لهذه لازم الخدمة، هي اللي كاين الخدمة والخدمة والخدمة باش واحد توصل للمستويات تكون كما هذه، ويكون الواحد عنده أوبجيكتيف وهدف في راسه باش يوصل لهم. برك مسؤول الفريق الطبي لمشعل الزيبان حب يقول لنا كلمات. مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم. حقا شرف كبير اليوم اللي جانا اخونا سمير ميوا البطل الاولمبي المعروف، شي شرف الفريق وشرف ولايه بسكره بحضور اخواننا تاع تبسه. حقا كان حفل رياضي في المستوى، ونشكر كل الحضور اللي حضروا معنا وشجعوا هذه المبادره هذه. يعني ما كثرت الكلام، عندي مايود اي لوف بسكره تاعكم انتم، بعد حاب نهديها انا بصيفتي لخويا سمير ان شاء الله. تفضل سمير. شخصي بيك تاع الوقت قلت له تفضل قلت له ماشي سمير.